إن شاء الله راح نتكلم عن الدرس الثاني في فائدة العسل. قد وجدت في دراسة معملية أن استخدام العسل المخفف المنتشر في نيوزيلندا مفيد جدا، أن للعسل تأثير مضاد، والتي يعني اكتشف حديثا أنها تلعب في بيئة البكتيريا الموجودة في المعدة. وأحد أنواع البكتيريا اسمها الهيلوكو باكتر بيلوري، وطبعا هذه البكتيريا تسبب أنواع كثيرة من الأمراض الموجودة في المعدة، ولها دور أساسي في حدوث التهابات وقرحة المعدة، وأيضا تسبب قرحة في الاثنى عشر في منطقة هذه المنطقة، ممكن تسبب أيضا عسر في الهضم. وقد يعني نشرت هذه الدراسة في مجلة معينة عام 1994، وقد ذكر فيها أن العسل علاج تقليدي ومجرب ومعروف لحالات عسر الهضم، وبالرغم من عدم وجود أساس يعني محدد لهذا الاستخدام بشكل عام، إلا أن يعني الكشف عن دور بكتيريا التي تكلمنا عنها اللي اسمها الهيلو باكتر بالوري يعني كعامل مسبب لكثير من هذه الحالات وعلاج لها العسل. وفي القالب يعني يأتي الاحتمال بأن تأثير العسل العلاجي في هذه الحالات يعني يرجع إلى نشاط المضادات ضد البكتيريا الموجودة في المنطقة اللي هو المعدة. وفي كثير من العلاجات وأنواع من العسل قد تؤثر على البكتيريا وتحرر مضادات حيوية موجودة في العسل. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.